تتوصل جهود مصر والوسطاء للوصول الى اتفاق بوقف الحرب الاسرائيليه على قطاع غزه واصدرت حركه حماس بيانا طالبت فيه بادخال تعديلات على المقترح الاخير الذي اعلنه الرئيس الامريكي جو بايدن كان ابرزها الانسحاب الكامل للقوات الاسرائيليه من قطاع غزه في الوقت الذي تستمر فيه جهود مصر والوسطاء من اجل التوصل لاتفاق هدنة يضع حدا للحرب وينهي معاناة الفلسطينيين فان ثمة نقاطا خلافية لم تحدد بعد الشكل النهائي لتلك الصفقة حتى الان او تضمن وصولها لبر الامان بالنسبة لحماس فقد رات الحركة مطالب يجب تنفيذها في المقترح الذي اعلنه الرئيس الامريكي جو بايدن وتتضمن المطالبة بثلاث مراحل متصلة ومترابطة من وقف اطلاق النار إلى جانب الانسحاب الكامل للقوات الإسرائيلية من قطاع غزة، تحفظ آخر أعلنته حماس فيما يتعلق بطرح بايدن الذي يستثني مئة أسير فلسطيني من ذوي الأحكام العالية هذا بالإضافة إلى مطالبتها بإعادة إعمار غزة ورفع الحصار بما في ذلك فتح المعابر الحدودية والسماح بحركة السكان ونقل البضائع دون قيد. من وجهة نظر حماس فإن التعديلات التي طلبتها على مقترح وقف إطلاق النار ليست كبيرة أما واشنطن فرأت غير ذلك أصلا في وقت سابق إذ أكد وزير الخارجية أنتوني بلينكين أنه على الرغم من أن بعض مطالب حماس بخصوص مقترح بايدن قابلة للتنفيذ فالبعض الآخر لا يمكن تلبيته معتبرا أن حماس كان عليها القبول بالمقترح المطروح كما هو أما تل أبيب فكشفت صحيفة تايمز أوف إسرائيل أن طلب حماس الحصول على تعهد إسرائيلي بإنهاء الحرب في غزة هو في الواقع النقطة الشائكة الرئيسية في المحادثات. حماس بدورها لم تغفل الصمت الاسرائيلي تجاه قبول او رفض المقترح الاخير، واعتبرت الحركه انه في الوقت الذي يواصل فيه بلينكن الحديث عن موافقه اسرائيل على المقترح، فان الحركه لم تسمع اي مسؤول اسرائيلي يتحدث بهذه الموافقه، داعيه بلينكن واداره الرئيس بايدن الى الضغط على سلطه الاحتلال الاسرائيلي.